جبل الرحمة بعرفات من مزارات مكة المكرمة، رحلة عمرة سبتمبر 2023. من أتى إلى هنا في الحج يستشعر الذكريات. المنطقة طبعا بتبقى مليئة بالحجاج. أسأل الله أن يمن عليكم جميعا بحج بيت الحرام. حاجة احنا اللي جمعنا دورك ومجا دي 10 دقايق هي دي، ما فيش غيرها. عند العربية البيضاء. ايوه عند العربية البيضاء. الطريق ده كان بيلف من حوالي العربيات، دلوقتي بقى كله مشاة زي ما انتم شايفين كده، ما عادش فيه عربيات. كانوا بيطوروا الجبل، عملوا سور زي ما انتم شايفين كده، السور اللي استلس دوت. انا عمري في حياتي ما طلعت الجبل. ممكن نطلع السلالم كده بس اول مرحله، ومش هنكمل طبعا علشان الايه بيبقى معانا رحلات والموضوع بيبقى مجهد شويه. طبعا في الحج بيبقى الزحام غير كده تماما. النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. طبعا التطور ده جديد، السلالم ديت الوضع ما كانش بالشكل ده قبل كده، كان كلها صخور تطلع انت تتسلق كده. أسأل الله أن يمن عليكم جميعا بحج بيت الحرام.